الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، أريد أن أعمل لي جروب ويكون فيه قراءة الورد القرآن الكريم، بمعنى أنه بعد كل يوم بعد كل صلاة يرسل أحدنا صفحتين ثم نبدأ في القراءة حتى نختم القرآن، فهل يجوز هذا الفعل؟ الحمد لله، هذا من التعاون على البر والتقوى ومن الدلالة على الخير ومن فتح الأبواب المغلقة، من فتح أبواب الخير المغلقة. وطوبى لمن جعله الله عز وجل مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وقال الله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فكونكم يدل بعضكم بعضا على الخير، هذا من مقتضى الولاية وأخوة الدين اللي بينكم. كونكم تبنون هذا الجروب مثلا على قراءة شيء من كتاب الله عز وجل، هذا أمر طيب. يقول الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا أرى في ذلك حرجا، ولا بل أرى في ذلك أجرا عظيما، وأنها سنة حسنة، ويرجى إن شاء الله لمن افتتحها وابتدعها، وأقصد مو ابتدعها بدعة سيئة، وإنما ابتدعها يعني بدعة لغوية، أنه يرجى له إن شاء الله أن يكتب له أجر فعلها وأجر من اتبعه فيها إلى يوم القيامة. وهذا من استغلال هذه الوسائل بالأشياء النافعة، فقد كثر الكلام والقيل والقال والأشياء التافهة في هذه الوسائل واستغلت استغلالا سيئا. فكون الإنسان يسخرها في خدمة الإسلام وفي نشر السنة وفي دلالة الناس على الخير، هذا أمر طيب ويرجى له أجره، فلا حرج عليكم في ذلك، والله أعلم.